شي مرة شفتي بولا الطائفية المذهبية؟ أبدا أوكي، اللي بده يخطط للسياسة بلبنان، البلد مثل ما مركب ومثل ما كمان البروباغندا الدايمة، كل واحد جماعته ومجموعته، أول شي بيكون واحد بيحكي بحقوق الفئات، بيحكي بمجموعات معينة، لأنه كل قوانين الانتخاب بيعملوها عامة ما بيعملوا ربط نزاع بين اللبنانيين، بيعملوا تفرقة بيناتهم. الستين كان في كتير تفرقة بين اللبنانيين لأنه أخذوه بطريقة مناطقية. هيدا القانون هيدا صحيح نسبي، بس في بقلبه وان مان وان فوت، كأنه عم بيقولوا للناس روحوا صوتوا لمذاهبكم. بصير الشيعي يصوت للشيعي، السني للسني، المارونة للمارونة، الأرمنة للأرمنة. ما بنبني بلد هيك. هو أصلا إذا بتفكري بس تحمي الطايفة وتخسري البلد، شو بتكون انتفعتي؟ وأنت مش عم تحميها للطايفة، لأنه ما في ولا طايفة عندها كهرباء ولا ماي.